عادتنا تقاليد ليست من الإسلام في شيء. ضرب الرأس بالسيوف، نبي قالها، إمام قالها، حتى علماء سابقين ما قالوا. قل لك إيه، بعض العلماء أفتوا، صح، نظروا للقضية في دائرتها الذاتية، يعني قال لك أنه لا يحرم على الإنسان أن يضر نفسه إذا لم يؤدي التهلكة. بس يا جماعة، سيد الخوئي هو الذي لا يرى حرمة الإضرار بالنفس إذا لم يؤدي التهلكة، في كتاب المسائل الشرعية يقول هذه ليست من الشعائر، ويقول إذا أدت إلى هتك حرمة المذهب فتحرم. قالوا كيف تؤدي إلى حرمة هتك حرمة المذهب؟ قال أنه الناس يسخروا منها. والآن شو شايفين؟ بكرة تشوفوا التلفزيونات كيف تهتم وكيف تعلق، خصوص اللي بيطبروا الأطفال، هاي وحشية تعذيب الطفولة هذا. وعم يستحدثون لأشياء شفنا بالأربعينات التلفزيونات، وكلكم شفتوا، طلعونا شيء جديد، ناس يمشوا على أربع، نحن كلاب الحسين، موكب كلاب الحسين، معقول هذا؟ في ناس يمشوا على خدودهم حتى تتقرح خدودهم، وكل يوم يطلعوننا في بدعة جديدة. بدل ما نزعل من كربلاء، أنا قلت لهم بدكم تجرحوا اجرحوا عندما كما جرح الحسين، حسين جرح وهو يجاهد. ولذا نقول المجاهدين الذي يقاتلوا إسرائيل ويقاتلوا كذا هن اللي بيواسوا الحسين، مش الذي يضرب على رؤوسهم بعقل بارد ليضرب ظهره بالسياط، لأنه باسم أنه زينب ضربت بالسياط. زينب ضربت، إذا صح هذا، ضربت وهي تجاهد. معلش، واحد يسجن عند إسرائيل أو عند الظالمين يضرب بالسياط عم يواسي زينب؟ مش هيك بعقل بارد؟ بدنا أيها الأحبة نجعل عاشوراء إسلامية، عاشوراء حضارية، عاشوراء نستطيع نقدمها للعالم أنها حركة حضارية إسلامية إنسانية تستطيع على أن تغني الإنسان، هيك بدنا. ولذا إحنا نشجع كثيرا إدخال عاشوراء في الفن، أن يصير عندنا أفلام مثل فيلم الرسالة وغيره يصور عاشوراء بكل معنيها. وأنا سألت بالغرب في جماعة عم يحاولوا أنه يعملوا هذا الشيء، وقلت لهم أنا مستعد أرخصكم بدفع سهم الإمام خمس في هذا المجال، هذا أفضل يمكن من 1000 مجلس، مع أننا نؤكد المجالس والمواكب اللي هي عقلانية وجهية.